بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين. أما بعد، في السنة العاشرة من الهجرة، بعد أن أدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجة الوداع مع أصحابه، وكان راجعا في شهر ذي الحجة إلى المدينة، في الطريق مع ألوف الصحابة عسكر في مكان فيه ماء يجري. هذا الغدير يسمى غدير خم، العين فيها تجري. عسكر الألوف من الصحابة والنبي بينهم يوصيهم في آخر حياته، فإذا بهم به يجمع الناس جميعا الألوف، ويقوم صلى الله عليه وآله وسلم بينهم خطيبا في خطبة بليغة عصماء، الكل يستمع. ماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أما بعد، أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، يقصد الموت، وإني تارك فيكم الثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، خذوا به واستمسكوا به. وأخذ يحث على كتاب الله، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وهكذا كانت وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر حياته. الثقل الأول كتاب الله، وفيه الأمر بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الثقل الثاني آل بيته الطيبون الطاهرون، الذين وصفهم الرب عز وجل بالقرآن: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فليسوا بأهل أي بيت، بل بيت خير البشر. توقيرهم ومعرفة حقوقهم أصل من أصول ديننا. الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وهذا الحديث رواه جمع كبير من الصحابة، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلن سيادة الحسن والحسين وفضلهما ومنزلتهما في المحافل الجامعة ويكرر ذلك. إن الحديث عن أهل البيت عليهم السلام وبيان فضلهم وعلو قدرهم والدفاع عن تراثهم وتاريخهم ليعد من أبواب الخير العظيمة التي يتقرب بها المسلم إلى ربه جل وعلا. ألا وإن من أفضل آل البيت وفي مقدمتهم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، سبطا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واسمعوا ما رواه الصحابي الجليل حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، حيث قال: أنه تبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد صلاة العشاء، فعرض للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عارض فناجاه ثم ذهب. يقول حذيفة: فقال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما رأيت العارض الذي عرض لي قبيل؟ قلت: بلى يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإنه ملك من الملائكة لم يهبط الأرض إلا هذه الليلة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: استأذن ربه أن يسلم علي ويبشرني أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، فرضي الله عنهم جميعا. أيها الأحبة، إنها شهادة، ما أجلها من شهادة، إنها تزكية، ما أعظمها من تزكية. أما الشاهد فهو خير من وطئ الثرى، الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أما المشهود لهم فهم فاطمة الزهرة بنت خير الورى، والحسن والحسين ابن علي المرتضى. أكرم بفاطمة،
أكرم بفاطمة البتول وبعلها وبمن هما لمحمد سبطاني غصناني أصلهما بروضة أحمد لله در الأصل والغصنان. بينما كان عمرو بن العاص رضي الله عنه جالسا في ظل الكعبة إذ رأى طيفا قادما فقال لمن حوله: هذا أي الطيف القادم والشخص المقبل أحب أهل الأرض إلى أهل السماء، فيا ترى من القادم؟ فإذا بالإمام الحسين عليه السلام أقبل والناس ينظرون. هكذا كانت شهادة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ابنه الحسين سيد شباب أهل الجنة. نتكلم اليوم عن الغصن المثمر والسبط المقمر. هذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه أحد أصحاب النبي يقول لمن حوله: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة وهو على الأرض يمشي فلينظر إلى الحسين ابن علي رضي الله عنهما. اليوم سيكون حديثنا عن رمز من رموز الشهادة في التاريخ، عن الإمام القدوة، عن الحسين ريحانة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة، إذا لم نقدم الحسين عليه السلام للأمة فمن سنقدم؟ أي قدوة تقتدي بها الأمة إن لم تقتدي بأمثال هؤلاء الأبطال وهؤلاء الرجال وهؤلاء الذين قدموا دماءهم لأجل هذه الأمة؟ نعم، سنتكلم عن الحسين لأنه تربى في مدرسة النبوة، لأنه تخرج من منهاج نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سنتكلم عن هؤلاء الناس وهؤلاء الأبطال: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتني يا جرير المجامع. سنتكلم عن الحسين ليكون قدوة لهذه الأمة ولغيرها من الأمم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وليكون أسوة لنا جميعا. إني لتطربني الخلال كريمة، طرب الغريب بأوبة وتلاقي، ويهزني ذكر المروءة والندى بين الشمائل هزة المشتاق. من هو الإمام الحسين؟ وما كنيته وما نسبه؟ هو أبو عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم القرشي الهاشمي، وقد لقبه النبي عليه الصلاة والسلام ألقابا كثيرة منها السبط. والسبط أيها الإخوة غالبا ما يطلق على ولد البنت كما يطلق الحفيد على ولد الابن، وإنما أطلق عليه السبط لأنه ابن فاطمة الزهراء بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط. ومن ألقاب الحسين عليه السلام الريحانة، والريحانة هي نبات المشموم ذي الرائحة الطيبة والزكية. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الحسن والحسين: هما ريحانتاي من الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عنده دور ولا قصور ولا أموال طائلة، كان أنسه في الدنيا مع الحسن والحسين رضي الله عنهما. ومن ألقابهما أيضا السيدان. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. هذه جملة من ألقاب الحسين عليه السلام رضي الله عنه وعن أبيه، وصلى الله تعالى عن جده محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما والد الحسين عليه السلام فمن أبوه؟ إنه الإمام علي ابن أبي طالب، إنه البطل، إنه حيدره، إنه الرجل الذي أحبه الله ورسوله. أما أمه فهي بضعة من رسول الله، إنها الزهراء، إنها فاطمة سيدة نساء العالمين ولا فخر. فرضي الله عن أبيه ورضي الله
عن أم الحسين عليه السلام. أما جد الحسين رضي الله عنه من جهة أمه فهو خير الخلق، وهو سيد المرسلين، إنه سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، إنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فأكرم به من جد. أما جدته من جهة أمه كذلك فهي أيضا سيدة نساء العالمين، أول زوجات الرسول، إنها التي نصرت الإسلام بنفسها وبمالها، إنها خديجة بنت خويلد، فانظروا لهذا النسب. أما جده من جهة أبيه فهو أبو طالب الذي نصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واسمه عبد مناف ابن عبد المطلب. أما جدته من جهة أبيه أي أم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فهي فاطمة بنت أسد الحاشمية، فأكرم بهذا النسب من نسب. أما إخوان الحسين عليه السلام الأشقاء فهم الحسن ومحسن وزينب الكبرى وأم كلثوم، وله إخوة غير أشقاء، ومنهم أبو بكر وعمر وعثمان. نعم، سمى الإمام علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أبناءه بأبي بكر، بل اثنين من أبنائه سماهما أبا بكر، وهؤلاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان كلهم استشهدوا في كربلاء دفاعا عن الحسين وعن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك للحسين إخوة غير أشقاء آخرون، منهم عبد الله ويحيى وعون والعباس ومحمد ابن الحنفية ومحمد الأوسط ومحمد الأصغر. وللحسين رضي الله عنه أخوات غير شقيقات، منهن أم هانئ وأم سلمة وأم الكرام وجمانة وأمامة وخديجة وفاطمة وزينب الصغرى ورقية، نسب كأن عليه من بدر الدجى نورا ومن فلق الصباح ضياء. في إحدى الليالي المظلمة رأت أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها رؤيا في المنام، فأقبلت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالت: يا رسول الله، إني رأيت الليلة حلما منكرا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وما هو؟ قالت: إنه لشديد. قال: وما هو؟ قالت أم الفضل: رأيت كأن قطعة من جسدك قد قطعت ثم وضعت في حجري. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أم الفضل، لقد رأيت خيرا، ستلد فاطمة رضي الله عنها غلاما وسيكون في حجرك. تقول أم الفضل: وحصل ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وكان في حجري. وفي هذا الحديث أيها الإخوة المشاهدون إشارة إلى أن الحسين عليه السلام إنما هو بضعة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقطعة من جسده، كما أن فاطمة رضي الله عنها التي قال عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما هي بضعة مني، يريبني ما رابها ويؤذيني ما يؤذيها. في شهر شعبان سنة 40 للهجرة كان مولد الإمام الحسين عليه السلام، فرح علي وفرحت فاطمة وارتجت المدينة بالفرحة، وانطلق النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت فاطمة وحمل الوليد المبارك بين يديه، وأذن في أذنه اليمنى، وأقام الصلاة في أذنه اليسرى، وأتى بتمرة فلاكها بريقه الشريف ثم حنكه بها، ثم التفت إلى علي وقال: يا علي، ما سميته؟ قال علي: سميته جعفرا. كان المولود وسيما جميلا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني أمرت أن أغير اسم هذا. فاختار له جده صلى الله عليه وآله وسلم اسما لم يكن للناس به عهد من قبل: الحسين. نعم،
لقد سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حسينا. تعود منذ الصغر أن يذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في يوم من الأيام والنبي يخطب الجمعة في المسجد والناس يستمعون إليه، أخذ الحسن بيد أخيه الصغير الحسين رضي الله عنهما وعليهما قميصان أحمران وذهب إلى المسجد حيث يخطب النبي. دخل إلى المسجد والقميصان يتعثران به ويقومان ويمشيان والحسن آخذ بيد أخيه الحسين كأنهما الشمس والقمر، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب الجمعة بالناس. فلما رآهما نزل وذهب إليهما واحتملهما وصعد بهما إلى المنبر والناس ينظرون، أيقطع النبي خطبته لأجل ماذا؟ لأجل الحسن والحسين. فحملهما فلما صعد بهما المنبر قرأ قول الله جل وعلا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ثم قال: نظرت إلى هذين فلم أصبر. هكذا كان يحب النبي الحسن والحسين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة العشاء بأصحابه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: وكان في المسجد الحسن والحسين، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد صعد على ظهره، وكان النبي ربما أخر المصلين حتى ينزل من على ظهره. فما أجبلها من علاقه بين الجد والأحفاد، بين إمام المرسلين وبين سيدي شباب أهل الجنة. فإذا أراد النبي أن يقوم أخذ بهما رفقا رفيقا ووضعهما خلفه، فإذا سجد عاد وصعد على ظهره صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا حتى انقضت الصلاة. يقول أبو هريرة: فلما انقضت صلاة العشاء وضعهما على فخذيه الحسن والحسين ريحانتا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من مثلهما بالقرب من رسول الله. يقول أبو هريرة: فقمت إلى النبي فقلت: يا رسول الله، أأذهب بهما إلى أمهما؟ فقال: لا. يقول: فبرقت برقة، برق في السماء، أنارت الأرض، وبقي الضوء، والأمر عجيب والأمر غريب. عادة البرق لا يأخذ ثوان بل ربما ثانية، لكن تلك البرقة بقي نورها وبقي ضوءها. فقال النبي للحسن والحسين: اذهبا إلى أمكما. فذهبا يمشيان في ضوء تلك البرقة، فلما دخلا إلى بيتهما انطفأ نورها. كرامة، وأي كرامة، لكنها لمن؟ إنها للحسن والحسين رضي الله عنهما. وقد نشأ الإمام الحسين رضي الله عنه كغيره من الصغار، يحب الخروج من البيت ويلعب مع أترابه من الصحابة الصغار. حدث يعلى ابن مرة أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى طعام دعوا له، فلما كان ذلك يقول ذلك الصحابي: رأى النبي عليه الصلاة والسلام الحسين يلعب في السكة. يقول: فتقدم النبي عليه الصلاة والسلام وبسط يديه وأخذ ينادي الحسين رضي الله عنه، فأخذ الحسين يفر ها هنا مرة وها هنا مرة، ويضاحكه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى عانقه، ثم قبله وقال: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا افتقد الحسين زاره في بيته مع زيارة أخيه وأبيه وأمه رضي الله عنهم جميعا، ويعلنهم ويبشرهم بأن هذه الرفقة وتلك الصحبة ليست خاصة في الدنيا، بل هي باقية إلى ما بعد الموت في جنات عدن. أخرج الإمام أحمد في مسنده
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل بيت فاطمة، وكان علي رضي الله عنه نائما على المنامة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا فاطمة، إني وإياك وهذين، يعني الحسن والحسين، وهذا الراقد، يعني علي بن أبي طالب، في مكان واحد يوم القيامة. الله أكبر. أبشروا ثم أبشروا ثم أبشروا يا محبي آل بيت رسول الله، يا من جمع بين حب الصحابة وآل البيت، أنتم مع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أنتم مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين وعائشة وفاطمة في مكان واحد يوم القيامة، لأن المرء مع من أحب يوم القيامة، فسيروا على نهجهم واقتفوا أثرهم تفلحوا. كم كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب الحسن والحسين. جاء أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما، وكان النبي يحب أسامة وأباه، يقول: فلما دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأيته مشتمل متغطي برداء بغطاء بأي شيء، يقول: فقضيت حاجتي، يقول: وقبل أن أخرج سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، ما هذا الذي أنت مشتمل عليه؟ ما الذي تغطيه؟ يقول: فكشف النبي الغطاء فإذا هما الحسن والحسين على وركي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا الله، ما أحلاه من منظر، وما أجمله من مشهد، كأنهما قمران مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على وركيه. يقول: فقال النبي: اللهم إني أحبهما فأحبهما. يدعو النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يحبهما الله جل وعلا، ثم قال: وأحب من يحبهما. هكذا كان يحب النبي الحسن والحسين. مواقف كثيرة تدل على حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم للحسين. وتخيلوا معي هذا المشهد الآخر: النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائم ويحمل الحسين رضي الله عنه على عاتقه، والنبي يبتسم، والحسين من مثله على عاتق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ولعاب الحسين عليه السلام ذلك اللعاب الطاهر يتساقط على من؟ على هذا الجسد الشريف، جسد المصطفى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي فرح يبتسم أن الحسين على عاتقه، فما أحلى هذا المنظر، وما أحلى هذا المشهد. ومشهد آخر أيضا: الحسين رضي الله عنه في حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبول في حجره، ولم يغضب رسول الله أبدا، بل رضي بهذا الأمر. حسين في حجر النبي يبول والنبي لا يغضب، إنه الحب المزروع في قلب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لريحانته سيد شباب أهل الجنة الحسين رضي الله عنه وأرضاه. صفة الرحمة هي الصفة البارزة في تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع سبطيه الحسن والحسين رضي الله عنهما وأرضاهما. واسمعوا ماذا يقول عبد الله بن شداد فيما يرويه عن أبيه رضي الله عنه في تعامل النبي عليه الصلاة والسلام بالرحمة حتى في حال الصلاة. يقول: صلينا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إحدى الصلوات، فأطال في إحدى السجدات، يقول: فرفعت رأسي فنظرت إليه فإذا الحسن أو الحسين قد اعتلى ظهر النبي صلى الله عليه وآله، يقول: فرجعت في سجودي، ثم بعد ذلك لما انقضت الصلاة سأل الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا له: يا رسول الله، قد أطلت ذلك السجود حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه قد يوحى إليك، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل ذلك لم يكن،
ولكن ابني قد ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. أيها الإخوة، انظروا إلى ذلك الرحمة، إلى صفة الرحمة في تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رحمة المصطفى بريحانة المصطفى رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا فليكن الآباء ولتكن الأمهات، نتعلم صفة الرحمة من تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسبطيه الحسن والحسين رضي الله عنهما وأرضاهما. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الكثير في فضل آل بيته، وتذكر الأحاديث عن طريق الصحابة رضي الله عنهم، ومنه الحديث المشهور أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وهكذا ينقل أصحابه رضي الله عنهم فضائل آل البيت وعلى أو منهم الحسن والحسين، كما جاء في الحديث الذي رواه أبو هريرة راوي الأحاديث رضي الله عنه الذي روى الكثير في فضائل أهل البيت ومنهم الحسن والحسين. جاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحبهما، أي من أحب الحسن والحسين، فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني. أي من أحب الحسن والحسين فقد أحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكل من تكلم عليهما بسوء أو أبغضهما فكأنه تكلم في رسول الله. وألف الأئمة وعلماء الأمة كتبا وفصولا في فضائل آل بيت رسول الله، حتى قال الشافعي فيهم أبياتا وشعرا، منه قوله: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم القدر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. يبغضون ويتكلمون على آل بيت رسول الله، فغضب، قال: كيف يبغض قوم آل بيت رسول الله؟ من أبغضهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وهكذا كان ابن عمر عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه، كان في مكة فسأله رجل من أهل العراق عن دم البعوض وحكمه، قال: من أين أنت؟ قال: من أهل العراق. قال: أيها الناس انظروا إلى هذا، انظروا إلى هؤلاء يسألوني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وقد سمعته بنفسي يقول: هما ريحانتايا من الدنيا. نزلت آيات على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وفيها فضيلة واضحة لأمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نعم، في هذه الآيات كانت فضيلة واضحة لأمهات المؤمنين، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يلحق أهل الكساء بتلك الفضيلة، فماذا فعل؟ دعاهم وجللهم بالكساء ودعا لهم. فمن هم أهل الكساء وما قصتهم؟ تخبرنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، كساء، فأقبل الحسن بن علي فأدخله تحت الكساء، ثم أقبل الحسين فأدخله تحت الكساء، ثم أقبلت فاطمة رضي الله عنها فأدخلها تحت الكساء، ثم أقبل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأدخله تحت الكساء، ثم قال:
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ولذلك سموا أهل الكساء. وفي رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لهم فقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. هكذا عاش الحسين رضي الله عنه في كنف جده صلى الله عليه وآله وسلم، فكان أجمل من الشمس في ضحاها، أوضح من القمر إذا تلاها، فمرحبا بالحسين عليه السلام.